ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة، الدنيا فيها ايه، نتجول في صحف واخبار النهاردة. لكن في البداية اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي بشرفني، دكتور محمد ماهر قبيل، الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. أهلا، نورنا دكتور. ربنا يخليك. استاذنك قبل ما نشوف اخبارنا النهاردة، بقى مهم جدا ولزاما علينا ان احنا نعرف حالة الجو، الاخبار ايه. فاحنا جايبين لحضراتكم حالة الجو وبيان من هيئة الارصاد الجوية بيقول تتوقع حالة الطقس على محافظات جمهورية مصر العربية بصفة عامة على النحو التالي: يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل حارا على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الغربية نهارا، لطيف ليلا. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول هناك، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد. التوقعات بتقول القاهرة الصغرى 22-36، ده القاهرة 22-36، اسكندرية 17-31، بورسعيد 22-29، اسماعيلية 21-37، شرم الشيخ 24-35، غردقة 24-34، أما أسيوط 21-37. وننتهي بأسوان 24-42. حالة الطقس يا دكتور كانت الفترة اللي فاتت كده الدنيا متقلبة، وبعدين قالوا لنا العاصفة جاية وقعدنا مستنينا في البيت بس هي ما جاتش. لا، أنا عايز أقول إن مصر بصفة عامة في نعمة بالنسبة لحالة الطقس. هي بصفة عامة جواها معتدل، بصفة عامة موقعها وسيط، فدي نعمة طبيعية، لا هي في القطب الشمالي ولا هي على خط الاستواء، هي بصفة عامة تتمتع بطقس معتدل نسبيا. في العالم. طيب لما نبقى في أفضل جو في العالم ونغرق في شبر مية، يبقى ده مأخذ علينا احنا بقى. تبقى خيبة. لما تيجي تلاقي ان بعض احياء في القاهرة غرقت عشان شوية مطر، تبقى خيبة. يبقى دي مسؤولية المهندس اللي صمم الحي على شكل طبق، بحيث لما تنزل المطرة تتجمع في جوف الطبق وتغرق الناس، زي ما شفنا المشاهد الفاجعة في التلفزيون، ومية بتعلى متر ومترين. غرق يا دكتور. ده المهندس ده لازم يتحاكم اللي صمم الحي ده، لانك انت لازم تراعي في التصميمات انك تواجه العوامل الطبيعيه دي، ودي مساله بسيطه جدا. يعني في يعني التصميمات الهندسيه مساله بسيطه جدا، انك بتراعي المنحنيات وبتراعي الصرف وبتراعي طريقه التصميم، بحيث لما بيبقى في فساد لحد بيراعي ضميره ولا ولا بيراعي ربنا. هو ده القصه. القصه كلها ان الشارع بتتعمل بميل عشان ترمي الامطار على الجنبين فتنزل للبلعات، ومش محتاجين حد يجي يشفط ولا ايه. ايوه، انا اللي مش مهندس قلت لك كده، ما بال المهندس المتخصص اللي بيصمم وبيبقى مسؤول لازم يكون على مستوى المسؤوليه. احنا شاطرين في الكلام بس. دكتور ماهر، معايا اول خبر مع حضرتك من جريده الاخبار وعلى صفحتها الاولى. الخبر بيقول الرئيس يستقبل وفد المعهد اليهودي للامن القومي الامريكي السيسي، اهميه الحفاظ على الدوله الوطنيه في تسويه الازمات. وفي نفس سياق الخبر من جريده الوطن بيقول السيسي لوفد اليهودي الامريكي: فلسطين قضيه العرب الاساسيه ومصر تدعم حل الدولتين. دكتور ماهر، الرئيس استقبل امبارح وفد من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، وبعض التصريحات خرجت كانت أهمها فكرة يجب أن يكون حل، هناك حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة واستقرار العالم كله الحقيقة بسبب هذه القضية. طبعا أي إنسان متحضر في العالم لازم يكون ضد مبدأ العداوة على الهوية. يعني أنا ما ادخلش في حرب مع إنسان لمجرد اختلافي في الهوية معاه، لأن احنا مختلفين بطبيعة الحال، البشر كلهم مختلفين في آرائهم، في أديانهم، في مذاهبهم، في رؤاهم، ودي جمال الحياة إنها تكون بين مختلفين، وإنه يكون التعدد إطار للوحدة. فإحنا مش في عداء مع اليهود لمجرد إنهم يهود، إحنا في مشكلة مواجهة على أرض محتلة. إذا اتحلت المسألة دي إحنا مفيش عداوة بيننا وبين إنسان على الهوية، مش لمجرد إنه هو يهودي أو
لمجرد ان هو بوذي او لمجرد ان هو كونفوشيوسي احنا هنعاديه. لا، مفيش بيننا وبينهم عداوه على الهويه، احنا العداوه او المواجهه هي على ارض محتله. اطروحه الدولتين اطروحه عليها تحفظات كبيره جدا. وهي في الحقيقه ممكن تكون اقرب الى الخدعه منها الى الحل. ازاي يعني يا دكتور؟ ينسب لاحد الحاخامات اليهود اللي جم ارض فلسطين قبل اقامه الدوله العبريه انه لما جاء ارض فلسطين من البلد اللي هو جاي منه قال العروس جميله لكنها متزوجه. العروس فلسطين جميله لكنها متزوجه من شعب فلسطين، فازاي هنتجوزها احنا؟ خيار الدولتين يشبه انك تزوج العروس من رجلين، وده امر لا يقر دين ولا تقر قواعد القانون الطبيعي ولا تقر اي مرجعيه حضاريه في العالم. خيار الدولتين، لانه هل الدولتين ستكونان متكافئتين؟ لا، يعني انت عندك الدوله العبريه عندها 200 قنبله نوويه. الكلام اللي حضرتك هتدي الدوله الفلسطينيه 200 قنبله نوويه برضه؟ لا لا، مش هتديها سلاح جوي مكافئ. بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كمان بيزود حاله، يزود حاله الياس ان مفيش حل. لا مش امال ايه الحل اذا كان ما الحل ان وجود دولتين ولا ايه دكتور؟ مش حاله ياس. شوف، كان في نموذجين في العالم ضد قواعد القانون الطبيعي للوجود. وقواعد القانون الطبيعي للوجود دي مش قواعد بسيطة ولا هينة ولا سهلة، دي قواعد صارمة وأشد صرامة من قواعد القانون الطبيعي للوجود المادي، أشد صرامة من قواعد الكيمياء والفيزياء. الوجود الإنساني له قانون طبيعي. كانت الدولة العبرية في فلسطين والدولة العنصرية في جنوب أفريقيا. انتهى نموذج الدولة العنصرية في جنوب أفريقيا، في جنوب أفريقيا على يدي القائد العظيم نيلسون مانديلا. وانتهى بإيه؟ حرب، وقاموا أبادوا بعض؟ ما أبادوش بعض. نيلسون مانديلا بعد كام وعشرين سنة في السجن، 27 سنة في السجن، قال سأكون أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا. صحيح، وكان أول رئيس أسود، طلع زعيم عظيم ومبقاش فيه مشكلة. وحل المشكلة إزاي؟ حل المشكلة إزاي؟ قال والله إحنا مرجعيتنا القانون الطبيعي، وعز ربي الناس كلهم بيضا فلا فرقت أو سودة. ما التجربة دي كانت في أمريكا برضو. طيب، ده كيان ضد قواعد القانون الطبيعي للوجود، ده كيان مبني على العنصرية. حل المسألة على مرجعية القانون الطبيعي للوجود زي ما نيلسون مانديلا حل مشكلة جنوب أفريقيا. هل نيلسون مانديلا أباد البيض؟ نيلسون مانديلا كسب المونديال اللي احنا خدنا فيه صفر. نيلسون مانديلا كسبه ازاي؟ راح وخد في يمينه الرئيس الأسود اللي تولى مكانه، وفي شماله آخر رئيس عنصري من البيض، خدهم كده في يمينه وفي شماله في دراعاته الاثنين، وراح أثر قلوب العالم والناس كلها حبته وتعاطفت معاه. إن هو لما حل المشكلة ما حلهاش بالثأر والانتقام والجريمة والعنف. يعني يا دكتور، كاس العالم دي كانت قصة، حلها على أساس كانت قصة تانية يا دكتور. لا، بس هم تعاطفوا معاه عشان كده، عشان راح وهو واخد في يمينه اخر رئيس اسود، يعني واخد في شماله اخر رئيس عنصري، يعني وراح قال لهم احنا لما حليناها ما حليناهاش على مرجعيه القتل والانتقام واباده البيض ابدا، احنا قلنا بيض وسود وكلنا نتعايش. يعني اللي فهمته من حضرتك ان يعني مساله حل الدولتين هي مساله يعني فيها مشكله، خدعه فيها مشكله. طب حضرتك، هل الفلسطينيين او هل العرب يقبلوا ان هم يندمجوا في كيان واحد مع الاسرائيليين؟ الدوله العبريه قامت اساسا على استعمال اطروحات التسويه السلميه واطروحات المفاوضات كأداة من أدوات إدارة المواجهة وليس كحل للمواجهة. يعني يقعد معاك على مائدة المفاوضات ويقول لك احنا عاوزين نحل بس ننزع سلاحك. طب ما تنزع سلاحك انت كمان. لا، ننزع سلاحك انت بس، خلي سلاح انا القنابل النووية بتاعتي وسلاح الجو اللي ملوش نظير في المنطقة والدبابات وكل أسلحتي، انا مدجج بترسانة السلاح وانت ننزع سلاحك. لا، ما هو يعني هم بيستعملوا المفاوضات عشان يوصلوا على مائدة المفاوضات لما لم يستطيعوا الوصول إليه في ميدان المواجهة. ده بيحصل يا دكتور، لأن حضرتك تعرف أكتر مني، المشاهدين يعرفوا كمان إن المفاوضات مش متكافئة، في طرف قوي وطرف ضعيف. أيوه، وطالما المفاوضات بين طرف قوي وبين طرف ضعيف بتكون النتيجة هي إنها بتبقى إملاءات وليست مفاوضات، وبيملي على الطرف المستضعف. احنا النهارده لو في 73 ما اديناش الاسرائيليين على دماغهم، هو احنا كنا هيبقى في سلام؟ مفيش سلام.
كانت المفاوضات اقرب الى الاملاءات منها الى المفاوضات. كويس. طيب على فكره يعني اللي نقراه ونعرفه برضه يا دكتور وحضرتك صحح لنا يعني ان احنا الـ يعني السادات لما خد قرار الحرب ما خدش القرار من اجل فكره الحرب، من اجل فكره ان احنا عشان لما نقعد يبقى احنا يبقى في طرفين، في طرف قوي اسمه مصر يعرف يتكلم ويعرف الحل يفرد. لن يكون إلا على مرجعية قواعد القانون الطبيعي للوجود، لأن الطبيعة تعلو في الأجل الطويل ولا يعلى عليها. أي مخالفة لقواعد القانون الطبيعي للوجود محكوم عليها بالفشل في الأجل الطويل. يعني هل ممكن الدولتين يقبلوا أنهم مش هيبقى في دولتين؟ بتحكوا عن الناس، مفيش حاجة اسمها دولتين. تتعمل دولة عندها 200 قنبلة نووية ودولة بطة عرجاء؟ لا طبعا. يبقوا دولتين ايه دول؟ طيب يعني يا دكتور احنا بالتأكيد يعني خلال كلامنا مع حضرتك مش هنقدر نوصل لحل القضية الفلسطينية. لا انا بقول الحل على قواعد القانون الطبيعي، الحل زي ما حصل في جنوب افريقيا على قواعد القانون الطبيعي اللي موجود، كدولة واحدة وعز ربي الناس كلهم، شيل العنصرية من الكيان الصهيوني، شيل. طب وهل العرب يقبلوا ان هم يعيشوا في دولة مع اسرائيليين يا دكتور؟ يعيشوا مع الناس كلها على مرجعية القانون الطبيعي، على مرجعية المساواة. هو في بلد في العالم بيخلو من التعدد؟ هي امريكا، كلها دين واحد وقومية واحدة. الدولة اسمها ايه بقى؟ مفيش. ما هو دي الحاجات اللي يعني انت كده هنمحي اسم فلسطين من النص خالص. ليه نمحي اسم فلسطين ليه؟ يعني شوف مفيش مجتمع سياسي في العالم بيخلو من التعدد، بس التعدد في اطار الوحدة، والتعدد على اساس الهوية السائدة للاغلبية وعلى اساس قواعد القانون الطبيعي الوجود وعلى اساس المساواة. انما لما تعمل دولة وتقول يهودية ومفيش غير اليهود ويهودية الدولة وغير اليهودي يبقى مواطن من الدرجة الثانية أو ما يبقاش خالص، وترانسفير ونرحلهم ويروحوا يقعدوا في الأردن ويروحوا يقعدوا في سيناء، أنت كده عنصري. تمام. فكده مش هتستمر الأمور. تمام. معي خبر آخر من جريدة الجمهورية وعلى صفحتها الأولى، بيقول الحكومة تكسب التجار بالقضية وتخفيض الأسعار قبل رمضان. الحكومة تكسب التجار بالقضية تخفيض الأسعار قبل رمضان. الحقيقة دكتور ويمكن شفت بعيني حاجات كده ان فعلا في تخفيض في بعض السلع، واحنا قليل قوي لما نقول في تخفيض، دايما بنتكلم عن الأسعار بتزيد. طب طفرات يا ريت زيادة طبيعية. فأنا يعني مثلا في بعض المحل، مش المحلات بقى، السوبر ماركت الكبير بسموه هايبر ده، بيبيع سكر مثلا ب 7 جنيه و40 قرش، ودي كان الرقم ده اول مره نسمعه مثلا من سنتين ثلاثه يعني. أيوة. حاجات كده يعني. وفي الدوله عامله بعض المنظمه بعض يعني الاماكن لبيع الاسعار بسعر، بيع السلع بسعر مخفض، فاعتقد دي حاجه كويسه يعني. شوف في التطور التاريخي للدوله عندنا ثلاث مراحل. الدوله الحارس اللي هي معنيه بالوظيفه الامنيه بس، حمايه الناس في الداخل بالبوليس وحمايه الناس في الخارج بالجيش، ملهاش دعوه بقى لا بالاقتصاد ولا حاجه، ما تدخلش في حاجه. دي هذا النموذج انقرض من الوجود السياسي ولم يعد له مكان الا في المتاحف وفي كتب التاريخ. الدوله لابد ان تكون متدخله في الاقتصاد. كان في مرحله ثالثه اللي هي الدوله الاشتراكيه المسيطره على العمليه الانتاجيه، ودي تجربه تعرضت لاختلالات كثيرة وتعرضت لفشل. لكن الدولة لابد أن تكون متدخلة في الاقتصاد. مفيش حاجة اسمها دولة حارس، مفيش حاجة اسمها دولة تكتفي بالوظيفة الأمنية وحماية الناس والجيش والبوليس ولا تتدخل في الاقتصاد. لابد أن تتدخل الدولة وأن تنزل بثقلها في الاقتصاد، وأنها تقاوم الاحتكار وتقاوم الاستغلال وتتتبع الدعم اللي يصل إلى مستحقيه. يعني ما تسيبش الناس تضارب وتستغل تستغل حاجات الناس في إثراء فاحش غير مشروع لفئة. صحيح. على حساب فئة تانية. صحيح. وإلا ما تبقاش دولة. صحيح. الدولة مسؤولة عن الناس، فلازم تتدخل ولازم تضرب بيد من حديد على كل مستغل وعلى كل محتكر، ولازم ينزلوا المسؤولين من الدولة والمراقبين ويراقبوا الأسواق ويراقبوا. ده زمان كان في وظيفة في الدولة اسمها المحتسب. المحتسب ده كان بينزل رجاله في الأسواق يراقبوا حتى أبسط الأشياء في الالتزام بالنظافة، في الالتزام بالنظام، في الالتزام بالسعر، في الالتزام. فلابد من رقابة صارمة ولابد من تدخل. ريت يبقى في وزير محتسب الأمور يعني. ما تسيبش الأمور منفلتة كده. ده كان بيراقب إنه الواحد يضع غطاء على رأسه عشان ما فيش شعرة من رأسه تقع في الطعام وهو بيحضره. يعني دقة في الالتزام بالنظافة، دقة في الالتزام بالسعر، دقة في الالتزام بالجودة. مفيش واحد يبيع لي سلعة فاسدة لو لقى فاكهة وفيها جزء معطوب يقول له انت بتغش تعالى،
وياخده ويحاسبه. ده لو موجود الراجل ده يا دكتور احنا محتاجين كتير في ناس دي كان يعني نص البلد هيبقى في السجن ده. أيوة اللي سموها يعني. اللي سموها في بعض النظم المدعي العام وسموها في بعض نظم الامبوتسمان وسموها في بعض نظم البروكيراتورا. وظيفه المدعي العام او الامبوتسمان او المحتسب اللي هو مسؤول عن ضبط التعاملات وضبط العلاقات الاقتصاديه في المجتمع دي وظيفه مهمه جدا. للاسف مش موجود يا دكتور. ناخد محور خبر اخر من جريده المصري اليوم. الخبر بيقول مصر تستعد لانطلاق ثوره التعليم في سبتمبر، محتوى موحد للاطفال، تحويل المدارس الحكوميه لنظام اللغات واعتماد نظام التقديرات. الحقيقه احنا عندنا موضوع النهارده يا دكتور مخصوص عاملينه في الحلقه عن التعليم وايه اللي جاي وايه تخوفات الناس نحاول نناقشها، لكن رأي حضرتك بشكل عام في مسألة التعليم ومحاولة جادة لتغيير نظام التعليم من جذوره، مش تغيير بقى ثانوية عامة ورجع الستة ابتدائي ولا ما ترجعهاش. احنا في مرحلة النكبة التعليمية دلوقتي، النكبة التعليمية بكل ما يعنيه ذلك المصطلح. دلوقتي نشأت سوق موازية للعملية التعليمية، لازم عشان تعلم ابنك تجهز ألوف الدولارات مش الجنيهات. أيوة. عشان تقدر تدخله كي جي 1 وكي جي 2 لازم تدفع مصروفات باهظة. أيوة. وإلا هتضطر توديه مدرسة ما هياش مدرسة ومحدش بيروح وهي واخدة شكل المدرسة بس، لكن في سوق موازية للدروس الخصوصية وفي يعني حالة لا أتخيل أنها مرت مش بس على مصر، لا أتخيل أنها مرت على مجتمع متحضر في العالم. انا بشوف الولاد دلوقتي يعني الـ 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 كل سنه يعني المدارس الخاصه السنه بتزيد يعني 20 و25 و30% يعني. وبعدين سوق الدروس الخصوصيه بقى يعني ده الولد اللي بيجيب لي الطلبات من السوبر ماركت بيقول لي المدرسين بيقولوا لنا كده بصراحه، اذا ما كنتش تاخد دروس خصوصيه مش هتنجح، اذا ما كنتش تجي لي تاخد درس خصوصي مش هتنجح. حضرتك شايف المحاولة الجادة لوزير التعليم لتغيير نظام التعليم من جذور، طبعا في بعض التخوفات والمشاكل هنناقشها في الفقرة، لكن رأي حضرتك في محاولة التغيير من الجذور وتحويل التعليم من تعليم تلقيني بتاع أبا تساجحه والحاجات دي كلها لتعليم تكويني بيكون شخصية. وفي فرق بين الإصلاح بالترقيع، عارف ما يكون عندك يعني ثوب قديم ومهترئ وتقعد تحط له رقعه هنا ورقعه هنا، ده اللي احنا كنا شغالين في السنين اللي فاتت، وبين انك تجيب ثوب جديد نظيف وتفصله بحيث يبقى هو الثوب اللائق ليك، واخد بالك؟ فالاصلاح بالترقيع ده مش هينفع خالص. احنا دلوقتي عندنا نظم تعليميه متوازيه، عندنا تعليم ديني وتعليم مدني وعندنا تعليم باللغه الانجليزيه وتعليم باللغه الفرنسيه وتعليم بلغات اخرى وعندنا تعليم ينتمي إلى قوميات متعددة وعندنا هي المشكلة في التنوع يا دكتور ولا المشكلة في الجودة؟ إن مفيش جودة، يعني في تنوع لكن في الآخر الجودة سيئة. لا ما هو كمان يعني التعدد في المرحلة الأساسية ما بيبقاش بهذا الشكل الفج، لازم تعمل نسق تعليمي موحد في المراحل الأولى لأنك ده أنت كده بتحافظ على الشخصية القومية، يعني ما يبقاش عندك طفل متعلم باللغة الفرنسية منذ طفولته وثقافته فرنسية وملوش دعوة بأي حاجة تانية، ولما تيجي حتى تكلمه بالعربي تلاقي صعوبة في انه يكتب باللغة العربية او يتعامل باللغة العربية، لان هو تربى زي ما كانت فرنسا كده محتلة الجزائر خلوهم يعرفوا فرنسا ما يعرفوش عربي. المغرب وبلاد فرنسا دايما سياسة شمال افريقيا الفرنسة عندهم سياسة الفرنسة بيعتبروا ان هم اصحاب رسالة ثقافية حضارية في العالم ان هم يفرنسوا العالم، حتى الاستعمار الفرنسي في التاريخ كان استعمار ثقافي لازم يفرنسوا البلد اللي يحتلوه على خلاف الاستعمار البريطاني كان استعمار اقتصادي يهمه يستغلك بس لكن مش لازم يخليك تفقد لغتك وتفقد هويتك. هو لما يديني اللغة هو بيغير الهوية. فاحنا طبعا محتاجين للمسألة دي، محتاجين لضبط المنظومة ويبقى في نسق تعليمي موحد في المراحل الأولى على الأقل، يبقى عندي طفل فرنساوي وطفل انجليزي وطفل ياباني وطفل الماني من المدرسه الالمانيه وكل طفل له نسق تعليمي وله ثقافه وله لغه وله هويه مختلفه عن الطفل الاخر، دي مساله خطيره جدا، فين اللغه القوميه
وفين الشخصية القومية في المراحل الأولى. شخصية الطفل بتتكون في السنوات الأولى من حياته، الشخصية اللي بيعيش بيها طول عمره بتتكون في السنوات الأولى من العمر. فأنت لما يبقى عندك طفل في الشرق وطفل في الغرب وطفل ألماني، المشكلة وطفل المشكلة مش في كده يا دكتور قد ما هي المشكلة النهاردة إن اللي معاه فلوس هيعرف يعلم كويس، واللي معهوش ملتزم بتعليم رديء، أو هذا ما كان يحدث، اللي هيحصل جداً. إيه أنا ما شفتوش، مسألة خطيرة جدا. فبيحصل في الآخر يعني في المجتمع في مشاكل طبعا، ومحتاج لتكلفة باهظة لمصروفات المدرسة، ثم تكلفة باهظة للدروس الخصوصية. دي بقت تجارة سيئة، مش تجارة طبيعية كمان، يعني تجارة مستغلة. ده في مدارس بتتكلمها تقول له كي جي 1 بكام؟ يقول لك ب 100,000 جنيه. ايوه، هيعمل أو بالدولار يعني. أو بالدولار. إيه بالدولار بتحولها بتلاقي 100,000 جنيه. أو ما بياخدوش بالجنيه. ومدرسين مصريين، فبتعمل إيه يعني عشان تاخد 100,000 جنيه؟ وبعدين ممكن بعد كده عايز يديله دروس خصوصية بقى في سنوات متقدمة شوية قدام، عايز يديله دروس خصوصية جنب الألوف اللي بتدفعها. مسألة محتاجة لمواجهة شاملة ومواجهة جذرية، ومش بأسلوب الترقيع ولكن بأسلوب الإصلاح الشامل. تمام، وإن شاء الله في فقرتنا الرئيسية النهاردة نتكلم يعني باستفاضة عن موضوع التعليم. هاخد مع حضرتك آخر خبر معايا النهاردة من الوطن، وعلى صفحتها الثالثة الخبر بيقول الموازنة تطالب بإعادة النظر في أسعار الغاز والزيت. الموازنة خلاص اتوافق عليها من مجلس النواب، ويقال ان رفع الدعم طبعا بشكل تدريجي، لكن 1 يوليو الناس كلها متخوفة من 1 يوليو بشكل كبير جدا جدا جدا، ان هيتم رفع اخر من الدعم عن المنتجات البتروليه، وطبعا دي اللي بتاثر على كل السلع واسعار السلع والخدمات في مصر. هو الدعم اصلا مخالفه لقواعد القانون الطبيعي لوجود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اكلف رغيف العيش 5 جنيه وابيعه لك بجنيه، انا بخالف قواعد القانون الطبيعي. بيقول ما تبيعش باقل من التكلفه، القانون الطبيعي بيقول بتبيع بالتكلفة وتزود هامش ربح معقول. أنا بخالف قواعد القانون الطبيعي الوجود، وبعمل الدعم محظور أم لاته الضرورة عشان فيه شريحة طبقية. أي بس احنا تربينا على الدعم يا دكتور، يعني احنا بقول محظور أم لاته الضرورة. يعني مثلا لو حد في سني هو وأبوه اتربوا على فكرة تربينا على الدعم، ما أنا بقول محظور أم لاته الضرورة، إذا لابد من ضبطه. يعني أنا بخالف قواعد القانون الطبيعي الوجود وببيع السلعة، بعض السلع مش كل السلع، السلع الضرورية والأساسية بأقل من تكلفتها، عشان دي ضرورة لشرائح طبقية غير قادرة في المجتمع. لكن لازم بقى أضبط هذا الخروج على قواعد القانون الطبيعي بضوابط صارمة، ما تحولوش إلى منفذ للاستغلال والنهب، لأنه ياما تعرض الدعم ده لاستغلال ونهب وراح لغير المستحقين. بنتمنى ان الدعم يروح للمستحقين، نتمنى الخير لمصر. بشكرك جدا دكتور محمد ماهر قبيل، الكاتب والمحلل السياسي. الف شكر لحضرتك لوجودك معنا النهارده. مشاهدينا لسه معاكم، ولسه معانا فقرات اخرى في صباح النور، لكن بعد الفاصل.